لكل اصحابي الحلوين، كل سنه وانتم طيبين. هتعرفوا دلوقتي احنا ليه بنحتفل بالسنه الهجريه. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كان الناس زمان قبل ما يظهر الاسلام كانوا بيعبدوا الاصنام، والاصنام دي زي تماثيل من الاحجار. ولما ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ينشر الإسلام، وبأخلاقه الحلوة ومعاملته الحسنة للناس حبب الناس فيه وفي الدين الإسلامي، والناس عرفت إن في ربنا في السماء وبينزل لهم قرآن، وابتدوا يسيبوا عبادة الأصنام ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. لكن أول ما الإسلام بقى ينتشر في مكة، ابتدى الكفار اللي بيعبدوا الأصنام يعذبوا أي حد يدخل في الإسلام ويمنعوا أي حد من عبادة ربنا. لكن المسلمين استحملوا التعذيب والضرب، وناس كتير ابتدوا يسيبوا مكة ويهاجروا لبلد اسمها يثرب، ويثرب دي هي المدينة المنورة دلوقتي، زمان كان اسمها يثرب. وابتدت الهجرة، هجرة المسلمين من مكة ليثرب بسبب التعذيب والإزاء اللي تعرضوا ليه من الكفار. وبرغم كل التعذيب اللي تعرض ليه المسلمين من الكفار، إلا إن عدد كبير من الناس دخلوا في الدين الإسلامي، والكفار عمالين يفكروا إزاي يمنعوهم من دخول في الدين الجديد، وفكروا إن هم يقتلوا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام علشان هو اللي بيخلي الناس يدخلوا في الدين الإسلامي. وفي يوم اتفقوا إن هم يستنوه عند باب البيت لغاية ما يطلع علشان يقتلوه. وفضل الكفار واقفين طول الليل مستنيين سيدنا محمد يخرج عشان يقتلوه، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحمي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وخرج سيدنا محمد من الباب وهم واقفين ومش شافوه عشان ربنا قادر على كل شيء. وبعد شوية كسر الكفار الباب ودخلوا وما لقوش سيدنا محمد، ولقوا اللي نايم في سريره ابن عمه علي بن أبي طالب. وكان مشي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في طريقه ليثرب، وكان معاه صاحبه اللي كان بيحبه قوي أبو بكر الصديق. وطلع الكفار بسرعة يدوروا على سيدنا محمد، وكان سيدنا محمد وأبو بكر دخلوا غار ثور، والغار هو مكان في الجبل قعدوا فيه عشان الكفار مش يشوفوهم. وقعدوا في الغار 3 أيام، وكانت أسماء بنت أبي بكر بتجيب لهم الأكل من غير ما حد يشوفها. وكان سيدنا أبو بكر زعلان وخايف على سيدنا محمد من الكفار ليشوفوهم في الغار ويقتلوه، لكن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طمنه وقال له لا تحزن إن الله معنا. وفعلا برحمة ربنا كانت محوطاهم، وربنا نزل جنود من السماء لحمايتهم من الكفار، وجنود ربنا سبحانه وتعالى كانت حمامتين وعنكبوت. ولما وصلوا الكفار عند باب غار ثور لقوا الحمامتين وخيوط العنكبوت، قالوا مش معقول يدخلوا الغار، هيدخلوا ازاي والحمام قاعد والخيوط العنكبوت موجوده. ومشوا الكفار وبعدوا عن الغار وراحوا يدوروا في مكان تاني على سيدنا محمد. وكانت اراده الله سبحانه وتعالى وقدرته في حمايه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وابو بكر الصديق عشان يكمل نشر الدعوه للدين الاسلامي. وخرج سيدنا محمد وأبو بكر من الغار وراحوا في طريقهم ليثرب، وأول ما وصلوا كان أهل يثرب فرحانين بوصولهم جدا، وسموا يثرب بالمدينة المنورة عشان سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام نورها بوصوله ليها. وغنوا له وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. وكانت الهجرة النبوية من مكة للمدينة المنورة، وانتشر الإسلام، ومن ساعتها وإحنا بنحتفل بالتاريخ الهجري. عشان توصل لكم كل الحواديت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك.